صلوات وتراتيل وأجراس تدقها كنائس إربد إذانا ببدء عيد الميلاد المجيد. أجواء من التعايش الديني تعيشها المدينة ومشاعر طيبة يعيشها المواطنون في مدينة إربد وقراها. نتابع معنا التقرير التالي من إربد. على أصوات هذه الأجراس ودقاتها في قلوبهم بدأ المسيحيون احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية. أجراس العيد سبقها إنارة شجرة ميلاد السيد المسيح عليه السلام وإضاءة الشموع استبشاراً بعام أجمل، ورافقها استعدادات الأسر لاستقبال العيد بتزيين المنازل وشراء الملابس والهدايا. كل العائلات المسيحية تحتفل فيه في هاي الشجرة، بنحتفل فيها المغارة بميلاد المسيح، بنحتفل فيه، بنعمل الكعك، بنعمل المعمول، الشوكولاتة، بنحتفل مع أطفالنا. وهنا في كنائس محافظة إربد انطلقت احتفالات القداس والصلوات وإنشاد التراتيل وتوزيع الهدايا على الأسر المسيحية لإدخال الفرحة إلى الناس. استعداداتنا زي استعدادات كل اللي موجودين في العالم هلا بعيد الميلاد المجيد، بعيد ميلاد ربنا وإلهنا يسوع المسيح اللي بيصادف ب 25 الشهر. الشجرة ما بترمز لشيء كثير يعني، لكن احنا اكثر شيء بيرمز عندنا المغارة، هي الاساس وهي كل شيء، مغارة بيت لحم اللي فيها ولد يسوع المسيح. عيدنا هذا عيد المحبة، عيد الفرح، عيد السلام اللي بنتمنى فيه اولا جلالة سيدنا الملك وللشعب الأردني طبعا وإلى كل المسيحيين وكل المسلمين الموجودين في هالبلد يظل آمن ويظل في سلام في هالبلد. أجواء هذا العيد تأتي في ظل تعايش ديني رسالته المحبة والسلام الذي لطالما شكل صورة ناصعة للمجتمع الأردني بتماسكه رغم المتغيرات، فيما يبقى بابا نويل وطاقيته الحمراء الرمز الأكثر فرحاً للأطفال منتظرين قدومه للحصول على هدية تدخل الفرح إلى قلوبهم. رنيم الشايب لبرنامج من نوفينا.